الحرب العراقية الإيرانية الدامية والتي دارت لقرابة العقد من السنين أطاحت بأعداد كبيرة من أبناء الشعب العراقي، والأحداث التي تلت ذلك لحين سقوط النظام لم تكن أرحم من التي سبقتها، والتفجيرات والمفخخات والاغتيالات التي تدور رحاها الطائفية في العراق الآن كانت ضحاياها من الرفات حصيلة ملأت شوارع المدن بالجنازات وكانت طريقها إلى المقابر. سنة 2006 و2007 و2008 كمقارب لل2008 أنه سنوات الجحيم، وأصبحت ما يقارب سنة 2009 و2010 لا مسألة عادية، يعني ماكو بس موت الله أنه دي يجينا، قد يكون مثلاً اغتيالات ما اغتيالات، هذا قد يكون أنه تجي هنا تجينا، كانفجارات ما انفجارات تجينا بس نسبة كلش قليلة. كانت بالطائف ما يقارب بال30 جنازة أو 35 جنازة تجينا كشهداء أو قتل. الوفيات التي توارت جثامينها تحت الثرى كانت حصيلة السنين الدامية التي شهدها العراق، وكانت هناك مقابر قد تخصصت في أن تكون مرقداً لجثامين الشهداء من أبناء الوطن، ورقدت أرواحهم في سلام جنب بعضهم البعض، وعطرت الزهور أنصاب قبورهم ليرافق الود والورد هؤلاء الغوالية في مثواهم الأخير. 95% إلى 90% إنه شهداء كثير يجونا، ونسبة الوفيات 5%، يعني عدد كلش بسيط. إحنا قد يكون شو اسمه عدد الشهداء صارت والموتى يعني عد شو مثل ما يقول لك عملة نادرة الموت ما رب العالمين، بس كقتل لا موجود، يعني شلال من الدماء إحنا دنشوف كل يومية ولغاية يعني الأحداث اللي انتهت. الأعداد الكبيرة من الجنازات الخارجة من المساجد والداخل إليها لتشيع جثامين أصبحت منظراً من المألوف رؤيته في العراق، بل واعتاد أن يراها الناس، بل ويحدث أن تتلاقى الجنازات في نفس الشارع، والمقبرة خير شاهد على ذلك، فهي السجل الذي لا يكذب بشأن حصيلة الوفيات في العراق، فهي تدون اسمه ومولده ومماته. فحقيقة وجود هذه السجلات في المقابر هو نوع من التوثيق ونوع من تاريخ البلد. يعني أنا مرة فترة أتكلم عن الشخصيات العلمية اللي سكنت من فلان مرحلة إلى فلان مرحلة، ربما أذهب إلى سجلات المقابر للحصول على الشخصيات اللي توفيت، ممكن معرفة المقبرة مالتها، تاريخ الوفاة مالتها. هذا حقيقة كلية لو هنالك الجهة الرقابية المسؤولة أن تنظم هذا الملف، نظم السجلات وسجلات نظامية ومختومة من قبل الدولة وتأخذ الصفة الرسمية، يمكن أن نصل مستقبلا بعد فترة من الزمن إلى نتائج طيبة حين نرتب هذه السجلات الموجودة في المقابر. هذه القبور والتي تعلو أنصابها وجه البسيطة يقوم عليها أناس بدأوا أعمالهم بحفرها تحت التراب بأيديهم ومعاولهم، يحفرون مراقد أخيرة لاستقبال نعوش وتوابيت لأجساد كانت بالأمس حية مثلهم، وينزلون إليها أجساداً بلا روح كفنت بلون الصفاء. قبورهم طولها وعرضها هي غرفتهم الأخيرة، يهيلون عليها التراب فإذا بها قبر آخر. حفار القبور ما لا يحمل أي نوع من أنواع الفقه الشرعي، وإنما حفر القبر أصبحت عادة ويكاد أن يكون مطابق للشريعة 100%. يعني حفار القبور على جهلهم بالأمور العامة الشرعية وحتى ربما غير ملتزم بالآداب والأركان الشرعية، ولكن حفر القبر يكاد أن يكون مطابق للشريعة 100%. حفر العموق، موضوع اللحد، موضوع الدفن، الخصائص اللي تتوفر بالحفار أن يكون ذو أخلاق عالية وذو معرفة بالمسائل الشرعية اللي تخص الدفين في داخل مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف. هذا اللي المتعارف عليه عندنا، أن يكون نبه، أن يكون
يعني من ينسأل سؤال أن يرد على الجواب رأسا مباشرة ما هذا، ومسائل شرعية يعني فصل تفصيل خاصة بالمسائل الدفن. مقابر كبيرة وواسعة أخرى كانت في الماضي تستخدم لدفن أفراد طائفة معينة، أصبحت اليوم ولكثرة أعداد الأموات في العراق تحتضن في صدرها الواسع كل فئات أبناء ترابها، فهم منها خرجوا وإليها مرجعهم، وسواء كبر حجم القبر أم صغر، على أم قصر، قرب أم بعد، تبقي أجساد ساكنيها من تحتها متساوية في الحال. المقبرة مو ما يصير أنت تدفن بها السني، وما يصير تدفن بها الصائب، وما يصير إلا الشيعي، وما يصير يعني جميع المذاهب. أنا أقول تدفن هنا، أنا شايف بعيني تدفن هنا. سكان هذه المنازل الأبدية الذين حاطهم السكون وجدوا أنيسا لهم من عائلات من الأحياء اتخذت من المقابر مساكن لها، فتواروا في بيوت أبوابها مشرعة، يحيطون أبناءهم بحضن حنان ويختفون عن الظروف التي هربوا منها خارج المقابر، ليجدوا ملاذاً لهم آمناً بين قبور. داخل هذه المقابر الأطفال هم من يعولون آباءهم العاجزين عن توفير مسكن لائق لأسرهم أو لقمة يسدون بها حاجتهم. العوز مخلينا يعني يخليهم يشتغلون هنا، بابي حشبعون ما يوريد بخور للزوار، لأن شنو قاعدين بالمقبرة يعني الزوار رايح حرادة يبيعوا لهم يستفادوا معهم، لأن أبوهم رجال معوق وما عندنا واحد يعني مثل وياه يساعده، فده هو يقرأ قرآن بباب الصحن على الجنايز، فشوية الولد يساعده بيوم اللي مثل خميس جمعة. إحنا مو مال يعني ماكو واحد ما يخاف على جاهله، بس إحنا مضطرين نودي جهاننا يشتغلون، إذا ما يشتغلون جهاننا ما يأكلون، إذا يتغدون ما يتعشون، يتعشون ما يتريقون، وهاي حالتنا هل تشوفها، يطلعون يشتغلون ناكل، ما يطلعون يشتغلون ما ناكل، وهاي أبونا هل تشوفها، هاي عدة ستوتة مو دوم أكو زوار ويطلع بيها، وهالبسطية هاي إحنا العايشين عليها. هذه العائلات الفقيرة والتي صعب حالها كان العوز ما ساقها إلى قضاء حياتها هنا بين قبور من شمالها ويمينها ومن أمامها وخلفها، قبور أحاطت بهم حتى شعروا بأنهم ساكنوها. هم أحياء لكن قلوبهم ماتت، لقمة عيشهم تعتمد على زجاجات من ماء الورد يبيعونها، وبخور يعطرون به قبور غيرهم. خدماتهم هي جل ما يقدمونه هنا ليقتاتوا يومهم. عمل ماكو، لأن حس إحنا نطلع جهان للمقبرة يشتغلون، يا لا يدبر الغداء والعشاء، صح لو لا؟ مدارس منوح مدارس، الوادي متبعنا غير نظرة، الجوارين، أقربائنا هسه أقربائنا ما يدروا إحنا ساكنين بالمقبرة، يعني صعبة علينا، بس شو نسوى؟ لاكو بيوت نسكن بيها، ولاكو عمل. إحنا بيتنا بالمقبرة، 12 نفر. يعني أنا حاطن البسطية مال ماي ورد يومي أشتغل بيها، بس بالجمعة من المناسبات بالجمعة أطلع أشتغل ورش ما على القبور، نوبات أحس الكرامية أروح للدفنة، هاي الدفنة بالسراديب بالقبور بالقاع جو القاع، يعني ندفن أدفن وياهم أحس الكرامية من عندهم خير من لي. فوق همهم هم، فبيوت الطين التي رضوا بها والبسط التي افترشوها من تحتهم في أصعب الظروف لم تكن الثمن الكافي ليدفعوا به الشقاء، واختلس الهم طريقه إلى قلوبهم الصغيرة ليمحو كل أثر للهناء منها، بل وليشيح الناس نظرهم عنهم. خواتي يعني يستحون يستنكفون يجوني، الصدق غير يستحون، وما حد يوصلني، يعني أنا باعتبار أنا أعتبر نفسي أنا يعني مدفونة بالحياة. جهالنا بطلوا من المدارس، لأن المدارس ماكو هنا مثل ما تشوف بالمقبرة، المدارس بعيدة علينا هاي أولاً، وثانياً ما يقدرون يروحون للمدارس، هم من يروحون للمدرسة أصدقائهم وياهم بالشعبة يقولوا لهم أنتوا شلون قاعدين بالمقبرة، ليش قاعدين هنا، ما عندكم بيوت، ما عندكم أهل، ليش تجون قعدون بالمقبرة. مرة مرتين راحوا للمدرسة بعد ما راحوا، وإحنا قاعدين هنا مضطرين لأن ما عندنا شيء، ما عندنا لا عندنا بيت لا عندنا يعني إمكانية نأجر ونقعد، وهل إجينا وقعدنا هنا بالمقبرة. يعني كنا أنا وأخوي
وحين المدرسة العام كلها تعيبية، ما تروح أنا وأخواتي هم يوصلون للمدرسة واجع، ما أنا عندي عطلة هم يروحون للمدرسة، ما أنا من عندي عطلة أروح ويا أبوي أشتغل. الأطفال الصغار مشوا درب آبائهم، بأيديهم الصغيرة حملوا عبوات مياه الورد من جديد ومشوا دربهم بين القبور ليقدموا خدماتهم هم الآخرون لكل من زار هذه المقابر. فأغلب العائلات العراقية لها فقيد أو أكثر ضمته هذه القبور، يأتون ليتذكروهم بزيارة أو قراءة للقرآن ودعاء لهم والترحم عليهم، والأطفال يحيطونهم برش ماء الورد على القبور، بل وبأيديهم يحددون ملامحها وينفضون عنها غبار السنين، فيجود الزوار عليهم بالإكرام. هاي إحنا هنا بيتنا، مرات أبي أنا ماي والد هاي بسطيتي نانا، مرات أروح ويا أبوي أشتغل، أنزل بالنزلة أشتغل، أغسل القبور، أروح ويا أبوي أشتغل عمالة، الباخ أفلش وأحفظ همينة ويا مرات أروح ويا ينزلني أنا أشتغل وحدي، مرات لما طالع أبيع ماي والد، وبعدين أنا هنا هاي ما همينة أروح لها. كل مرة تعطيني 15 هاي أغسلها وأنظف لها. عملهم هنا في المقابر در بعض المال عليهم، وأحسوا بقيمة الدينار بين أصابعهم، وجمع المال سلب نظرهم عن المكان الذي وجب عليهم التواجد فيه بدل التجوال وتمضية أجمل سنين عمرهم في سراديب القبور. هم يلحقون بعضهم، براءتهم الجميلة تموت خطوة خطوة كلما مروا من جانب قبر، حتى لو كانت أعينهم لا تنظر إليه. جارت على مود أشتغل، لأن أبويا ما يقدر أشتغل، تفضل علي أنا حصل لي فلفين 3000 ودين لأهلي. فلوس ماكو أروح بيه للمدرسة، يعني حتى فلوس للمدرسة إذا أريد أروح يريدون مني فلوس، يعني فلوس منين أجيب فلوس؟ ألا أشتغل لازم إذا أروح للمدرسة لازم أهلي يظلون برقبتي، أهلي شي أكلوا إذا أروح على المدرسة بدون أكل. وحشة المقابر تقشعر الأبدان منها، فالموت حارسها وجفاف مشاعرها يخيف النفوس. قسوة المكان ارتبطت هنا بالزمان، فكم من هذه القبور لبثت هنا طويلا، وكفى بالموت وأعضاء أجساد بالية ترقد تحت جدران هذه القبور ذات الحجارة باهتة اللون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأرواح أصحابها تحوم في المكان نفسه، وحين تغيب الشمس في المقابر فكيف لليل هذا المكان أن يكون موحشا أكثر؟ هو مثل ما تعرف يعني هم جهال ما يعرفون يعني هاي الشغلات أحلام لو هاي، بس هو ماكو جاهل ما يخاف، هو إحنا هسه كبار نخاف، مو بس يعني الجهال ما يخافون، هسه إذا صار العصر ويا غروب الشمس إحنا ما نقدر نطلع، نخاف نطلع، نخاف ننظر، نخاف نشوف النشي، وهاي منا لهنا نطلع نسمي بالرحمن يلا نطلع للغرف للمطبخ ما نقدر نطلع، هاي 24 ساعة إحنا قاعدين هنا لمن يصير النهار يلا نقدر نتحرك، كله قاعدين بهالغرفة هاي. يعني نوبات اكو زوار تدفن وبعدين تعايش صيح، وانا نوبات اشتغل اشتغل اجيب اكل لاهلي، اجيب لهم هاي الدجاج، هاي الناس تعطيني اكل لاهلي، يعني نوبات اروح للسوق، نوبات اجيب بالليل اتحلم تجيني الكوابيس، نوبات يعني مو شغل هذا البيت اللي قاعدين بيه احنا يخوف، هي يعني بيصير داب بس يخوف. ويبدا نهار اخر، والطفل يصحو ليلعب، وأين يلعب؟ فهذا هو المكان الذي يعيش فيه، وهؤلاء هم رفاقه وصحبه، ويبدو أن القبور جزء من صحبتهم، يقفزون ما بينها وتتراشق أقدامهم ألعابهم فيما بينها ويلحقون بها دونما أن يحسوا بأن دربهم أصبح ما بين القبور فقط، فهم مرتبطون بها. نحن مضوج نلعب طوبة هنا، بس نلعب طوبة بس احنا خايفين هنا تعبر الطوبة، ليش ما ارتبط بالسرداب خسر فينا السرداب، خسر فينا السرداب، انه عشتنا مزيانة كلش مزيانة، احنا نايمين نسمع اصوات
نتعلم على الأم مزيانة. احنا عايشين على الله، احنا صارنا 7 سنوات احنا هنا عيشتنا مزيانة. الصغير يكبر ويبدو أن مهنة حفر القبور إرث يحمله الكبير في ساعديه. من كان ماضيه في المقابر سوف يكون حاضره فيها. يعيشون ليزيلوا التراب حفنة حفنة، لينحتوا منازل صغيرة تحت سطح الأرض. ساكنوها يأخذونهم بين أذرعهم ليرقدوهم بسلام، وينثر من فوقهم ذرات الرمال. ذرة ذرة تبنى هذه القبور وتسوى بغيرها. والله أبوي كان بيها، أبوي كان بيها حفار، عرفت، وعيت على الدنيا أنا مارس المقبرة يعني، وحبيت شغل المقبرة فاستمريت بها يعني، شفتها شغلة ملائمة لي والجسمي والعملي كله، عرفت، فشفتها شغلة يعني لي روحة ما بيها كل إشكال. من يعمل في هذا المجال بشر حي، ولو كان المنظر يدعو إلى قساوة القلوب. إن لم يكونوا هم، من يكن غيرهم؟ وكان لابد أن يوجد أحدهم ليقوم بهذا العمل المضني. هل نحن نختلف عنهم؟ أم هم من يجب أن يكونوا من يتسمون بصفات تختلف عنا؟ أكثر الأحيان أنا من أسأل مرة جايبة مثلاً جايبيها يدفنوها، عرفت، أشوفهم جهال جاي يبكون، بويا ذول أولاد من؟ أولاد هاي المرة اللي دفنها، فأبكي وياهم، أبكي وياهم يعني، أستمر بالبكي يعني وعيني تدمع. فمن أشوف أبو فاقد 2 أولاده بتفجير وجاي هو بس عدة ذول اثنيناتهم، فهاي حالة لازم أنت يعني تبكي صخر مو تبكيك إلك. وكيف أنت دم ولحم؟ شنو الحفار؟ حفار وحش؟ مو وحش. هذه المهنة والتي يمتهنها كثر من الناس لها خباياها وتفاصيلها، وسلم يرتقيه أصحابها للتدرج بها، ولكل صفة فيها أعباؤها وحذافيرها. كل يجيد واجبه فيها ولا يطلب أن يخرج مما هو فيه إلا بعد أن يمضي الزمن المقرر له في تدرجات ومراتب عاشها من عملوا فيها منذ سنين خلت عليهم وعلى القبور التي عملوا فيها. أزيد الدفانة هم كانوا حفارين، كانوا حفارين وتعبوا، أبهاتهم تعبت وأجدادهم تعبت وأجداد أجدادهم تعبت، يلا وصلوا لهاي المرحلة مال الدفن أو مال المكتب أو مال العشائر، فمجاملتهم للعشائر، طلعاتهم للعشائر لشيوخ العشائر، عرفت، الفواتح اللي يوصلوها، فهواي يعني هواي تعبوا دفان، يلا يصير دفان، فمو رأسا يجي حفار وما أدري شنو وسنة 2 صار دفان، فمصير يعني يتعب يلا يصير دفان. لم تصل هذه الرفات في هذه القبور إلى ما هي عليه الآن بلحظة، بل مرت بخطوات من لحظة مفارقة الحياة إلى الجنازة والغسول والحفر والدفن والقبر، ولكل مرحلة تمر بها عامل متخصص في شأن. وإن اجتمع الجميع داخل أسرة واحدة إلا أن لكل عملاً لا ينجزه غيره. امتهنت مهنة العمل داخل المقبرة بداية عمر 13 سنة 14 سنة، في ذاك الوقت أنا كنت طالب يعني طالب مدرسة، فأشتغل فرصة أنتهي من الدوام أطلع أشتغل هذا العمل، وأنا عمل كهذا وظرف اللي يمر بي المعيشي، من عملنا للدوام، من الدوام لعملنا، هذا عملنا. بداية عملي اشتغلت حفار، وبعد ما فترة يعني ظلت فترة يعني هواي امتهنت مهنة الحفارة، بعدين يعني تركت الحفارة صرت أشرف على الدفن. ربما امتهان شتى أنواع الأعمال في المقابر توسع كما وسعت المقابر، والسبب في ذلك كثرة حالات الوفاة وكثرة قاطني هذه القبور، فأصبح الأمر مهنة لا أشبه بمهنة، فتوسع النطاق ليكون له سوق وباعة ومستلزمات وحاجيات من الكفن إلى غيره. مهنة صعبة على الجميع، كصعوبة النقش في المرمر الذي يدق عليه ملخص حياة النفس. يعني ناس ما تحب الحفار، وأكو ناس ترغب الحفار،
واكو ناس تحكي عليه امام الحفار تحكي عليه، فالحفار يتحمل اللي يحكي عليه ويتحمل اللي اثناء الجنازه يحكون عليه ويحكون على الدفان، عرفت؟ فلازم الدفان يتحمل ولازم الحفار يتحمل، فهذا صاحب مصيبه من يجي صاحب مصيبه، فلازم نتحمله احنا. سلم مهني يتصاعد درجة درجة في هذه المهنة ويرقى بمكاسبه كذلك، فمن العمل حول القبور إلى العمل فيها إلى قراءة القرآن في داخل سراديبها. ينشأ وكلاء للدفن بما يعرف بمكاتب الدفن، أصبح مالكوها والعاملون فيها مجتمعاً متكاملاً يعتاش من هذه المقابر، ومصائب قوم عند قوم فوائد. الزائر يجي من 100 زائر يشترون كل واحد بطل ماي ورد، أن كذا ربح دخل المن مستفاد، أبو القماش مستفاد، يعني كل المدينة، مو شرط، لأن يعني هذا من يجي يزور الإمام، يجي يزور المقبرة مالته، فينطل القاضي، ينطل اللي يصلح مثلا القبر، يعيد بنائه أو يصبغ القبر أو يخط الاسم، إذا الاسم مثلا منتهي يعدلها، يعني تدخل الواردات، يعني الناس كلها تعيش عليها. يعني منذ أن خلق الإنسان والمقابر حاجة لا بد منها، ومن هذه المقابر مقبرة النجف الأشرف التي ضمت بقبورها جثامين منذ آلاف السنين، أصبح لها أهمية خاصة مرتبطة بالتاريخ الذي عاشته هي، ومرتبطة بتاريخ وأسماء من كانوا يعيشون في قبورها، فهي التاريخ بحد ذاته. ما عندنا احصائيه للمدفونين في المقبره، لانه يعني المقبره قدمها 1400 سنه، يعني 14 قرنا يدفنون المسلمين فيها، وليس فقط العراقيين وانما معظم المسلمين من ايران ومن الهند وباكستان والاتحاد السوفيتي السابق روسيا ودول عربيه، الكويت، البحرين، القطيف، الإحساء والقطيف، المملكة العربية السعودية وغيرهم. ربما ما تحتاجه المقبرة أمر كثير، أبرزه التطوير، فحالها هذا لا يسر الناظرين، فهي باقية على ما هي عليه منذ أكثر من 1000 من السنين، وشواهد القبور هي شواهدها، وأضرحتها هي منازل قوم عاشوا وماتوا فيها، لم يشملهم التغيير، وهي من أمس من احتاج التغيير. أبسط القضايا المتوفرة أو الذي يحتاجها الإنسان غير موجودة، يعني مثلا تدخل إلى مقبرة تكاد أن تكون خالية من الأشجار، خالية من الأشياء التي تشرح النفس. مشهد المقبرة مشهد مرعب، ويضع الإنسان مهما كانت منزلته في الحياة الدنيا، يضع أمام مشهد حقيقي سيصل إليه في يوم من الأيام. القدم الواضح في مقبرة النجف، والتاريخ الغابر الذي قضت، وقبور الأشخاص الذين قطنوها، رسمت معالم مساحات من القبور أرغمت العالم على الاعتراف بحقيقتها، وهذا ما جعل من منظمات دولية تعترف بأن هذا المكان تميز عن غيره، ولربما يكون أزلياً كما ستكون هذه المعالم. مقبرة النجف هي مقبرة تاريخية تضم الكثير من الرفات للمشهورين من السلاطين والملوك وبعض الأولياء والصالحين، والكثير من مراجع الدين العظام، والكثير من الشخصيات العالمية. دخلت في منظمة اليونسكو، من ضمن أعمال منظمة اليونسكو، وراح يستفاد منها كثيراً في النجف عاصمة الثقافة. اليونسكو التي شهدت على هذه المقبرة التاريخية ليتها تعمل على واقع هؤلاء الأطفال الصغار الذين يحملون قارورات مياه الورد إلى أرواح في هذه القبور فيسقونهم بها. فمن يجب أن يعوض عمر الورد للأطفال العاملين في المقابر ويسقيهم ماء الود؟ منها وإليها وبها سنكون، وستغيب عنا شمسنا هنا.